بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة اليوم هي وصفة رائعة، وصفة كورية لتبييض البشرة وتفتيحها 5 درجات وشد ومحاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة. هذا الكريم رائع جدا، وهو كريم كما قلت كوري، مكوناته بسيطة. نحتاج إلى 2 ملاعق من نحتاج إلى، أولا ناخذ ملعقة من نشا الذرة. إذا حبيتي اضاعفي المقادير استخدمي ملعقة الطعام الكبيرة، ملعقة شاي من النشا، نشا الذرة أو الكورن فلاور. ونحتاج لملعقة شاي من حليب البودرة، حليب البودرة أو حليب الأطفال. نحتاج كذلك ل3 ملاعق من السكر البودرة، أو يمكنك طحن السكر العادي واستخدامه إذا كان غير متوفر عندك السكر البودرة. ونحتاج إلى نفس المقدار من سكر البودرة إلى ماء عادي، 3 ملاعق كذلك. نحتاج لماء الورد، ماء الورد نحتاج ل3 ملاعق طعام كبيرة من ماء الورد. استخدمت ماء الورد لونه وردي، فالكريم صار معي وردي، صار معي الكريم هنا وردي. إذا عندك ماء الورد عادي لا تستغربي من الوصفة، عادي حسب لون ماء الورد اللي استخدمتيه. نحتاج كذلك لقطرات من زيت الجوجوبا، رائع جدا في هذه الوصفة. إذا كان غير متوفر عندك زيت الجوجوبا يمكنك استبداله بزيت اللوز أو زيت جوز الهند. أولا نأخذ الماء، 3 ملاعق شاي من الماء، ونضع عليها 3 ملاعق من السكر، السكر البودرة. قلت إذا كان غير متوفر عندك السكر البودرة عوضيه بالسكر العادي، ولكن يجب تذويبه أو طحنه على شكل بودرة حتى تنجح الوصفة. نذوب جيدا الماء مع السكر حتى نتحصل على محلول سكري، على محلول سكري بهذا الشكل. بعد ما يذوب جيدا السكر ضيفي عليه ملعقة حليب البودرة وملعقة النشا، اخلطيهم جيدا على البارد، تخلط جيدا. بعد ما تخلطيهم جيدا أضيفي 3 ملاعق طعام كبيرة من ماء الورد. بعد ما تذوب كل المقادير نضيف 3 ملاعق طعام كبيرة من ماء الورد، ونخلط جيدا ونضع على نار هادئة المزيج مع التقليب المستمر. حذاري حتى تنجح الوصفة لأن بها محلول سكري، قلبي جيدا على نار هادئة حتى تتحصلي على كريم رائع جدا لتفتيح البشرة، كريم النشا الكوري. بعد ما يبرد المزيج الكريم نضيف قطرات من زيت الجوجوبا لهذا الكريم، رائع جدا في هذه الوصفة، ويحفظ لك الوصفة لمدة أسبوع كامل. أو زيت اللوز إذا لم يتوفر عندك زيت الجوجوبا. نخلط جيدا الكريم بهذا الشكل حتى ينسجم الزيت، زيت الجوجوبا مع الكريم، ويعطينا تركيبة رائعة لتفتيح البشرة، تفتيح البشرة وكذلك شدها وإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة. تمام، تحصلنا على هذا الكريم مع التقليب المستمر، هكذا نتحصل على هذا الكريم الرائع الكوري. طبعا طريقة عمل هذا الكريم، قبل النوم يفضل انك تتركيه قبل ليلة كاملة. قبل النوم نظفي بشرتك جيدا، وزعي هذا الكريم من الرقبة الى جميع بشرة الوجه، واتركيه حتى الصباح. إذا حبيتي نتيجة سريعة ومرضية اتركيه ليلة كاملة، وبعدها في الصباح تغسلي بشرتك بشكل عادي.
إذا حبيتي النتيجة استخدميه بشكل يومي. يمكنك حفظ هذا الكريم لمدة أسبوع كامل في الثلاجة، ولكن شرط أن تكوني عملتي زيت اللوز أو زيت الجوجوبا في الكريم حتى لا يفسد، واحفظيه بعلبة محكمة الإغلاق. هذه الوصفة صالحة لجميع أنواع البشرة. بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية، يضيفوا مع المزيج قبل وضعه على النار نصف عصير نصف ليمونة. إن شاء الله تكون هذه الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.